نحن نتحدث بكل شفافية وبكل صراحة، ونقول للجميع أن قرار وقف عملياتنا العسكرية ليس في طهران ولا في موسكو ولا في الصين، هو في غزة. عندما تتوقف جرائم الإبادة الجماعية في غزة ويسمح بدخول الغذاء والدواء والوقود إلى سكانها، ففي هذه الحالة سنقوم بوقف عملياتنا العسكرية ضد الكيان الصهيوني. ونقول وننصح الدول الأوروبية وبقية الدول، نقول لهم لا تتورطوا إلى جانب أمريكا وبريطانيا، لأن أي تورط من أي دولة سيجعل قواتها المسلحة وكذلك مصالحها هدفا لقواتنا المسلحة، وهذا خيار احنا اخترناه ولا يمكن أن نتراجع عنه، وسنقاتل إلى يوم القيامة، ولو ما يبكي مننا من يخبر. هذا لابد يفهموها. وأنا أقول لك ونأكد لك، احنا الآن بننصح الدول الاتحاد الأوروبي، ورغم أنهم يتحركون الآن بعكس رغبة الشعوب الأوروبية، نقول لهم احترموا أنفسكم. احنا الآن يعني عملياتنا العسكرية هدفها أخلاقي، وإذا ما حصل هناك أي تدخل فإننا لن نتوانى عن تأديبكم، كنتم من كنتم، وإحنا واثقين من النص. وأيضا نؤكد لأمريكا وبريطانيا وكذلك الدول الأوروبية التي على وشك التورط، نقول لهم راجعوا حسابات. إحنا الآن لما نقول لهم إحنا متوكلين على الله ومطمئنين لتحقيق النص وبالوعد الإلهي بالنص، طبعا هذا المنطق هم ما بيعملوا به ولا بيصدقوا، وانا اقول لك هم معذورين لانهم ما قدوا معارك. لكن نقول لهم راجعوا تاريخ تدخلكم في اليمن، لولا دفع امريكا علي عبد الله صالح لشن العدوان علينا في الحرب الاولى في صعدة عام 2004 لما تمكنا من القيام بثورة 2014 وطرد السفير الامريكي دليلا من صنعاء وكذلك المارز الامريكي. ولولا تورط امريكا وحلفائها في العدوان على اليمن، العدوان الخارجي على اليمن في عام 2015، لما تمكن اليمن اليوم من لعب هذا الدور الكبير في دعم اخواننا في فلسطين. وتورطهم اليوم هو سيخرجهم خاسرين، لذلك نقول لهم راجعوا سياساتكم، ولا يشرفكم ان تقفوا الى جانب نعم من يرتكب جرائم الاباده الجماعيه بالدعم والحمايه.